تحكي معي شيء. اسمع بلشوا الموضوع عادي ومن غير مايك عشان تتعود. عادي بلشوا انه بتحكي له انا شو ايش ايش بدك تعمل بك اليوم؟ روح فكرك على هذا المطعم ولا هذا المطعم وبصير شو انت احكي له. اسمعي الصراحه احنا عم نخوت بعض احنا عم نمزح مع بعض. صراحه ما بعرف شو بدي اعمل بكره. هلا عن جد معلش ما عم بقدر افكر غير معلش هلا ما عم بقدر ولازم هلا افتحي لي مجال اني انا قولي لي ايه شو كان بدك مني؟ ليش شو جبتني لهون؟ شو كان بدك مني؟ شوفوني اذا مقنع بالتمثيل. خليك على طبيعتك. ما تفكر. فكرش انت تمثل، فكر في طبيعتك. فكر عن جد انه هيك الموضوع. انه ما بعرف انت يا بس بدي افهم منك. جيب المايك وتكلم. بس بدي افهم انه نحن عن جد انت شايفتنا كثير منيح مع بعض. انه كثير ظابطين مع بعض. ايه لا بس فهميني انه نحن كثير ظابطين راكبين. يعني انه انت بتحبني وانا بحبك فهذا يمكن هذا شيء منيح. ما هو هذا البدايه. انا بحبك ايه بس انه نحن كل واحد غير لون. كل واحد من دين. انت مبسوطه هيك؟ انت مرتاحه؟ ما بفكر ايه يعني ما بعرف لكن حاجه نضحك بعض صدقيني. سديني حاجة نضحك بعض. ما نضحك بعض. انت بتعذبيني بتعذبيني وبتعذبي حالك. سديني نحن نحن بلادنا مو هيك ولا 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 تقاليد. ما حدا عرفان هلا نحن فينا نبقى هيك بس نحن ما لنا مستقبل. نحن ما عندنا مستقبل لبعدين. ليش فينا نحن؟ اسمعيني اخيرا انت بس اعطيني انه يعني انت شو بدك من اخيره بس مشان احكي لك. لا مش انت قلت لي هون يمكن لازم يكون عندي اتيتيود جذبه لانه ما كانت تفهم. ايه بس بعدين انه يعني ايه ومن اخيره انه انت بتعمله ما توقفوا ما توقفوا ارجع انه انت 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 قل لي اخر شيء. انا بدي اوصلك لمرحله استفزك استفزك لدرجه انه تقول لي انه بقلبك تقول انه هبلة خلص انه من اخيره اختي هيك هات اتفقنا عليه. طيب اوكي حلو كان كثير حلو طبيعي جدا طبيعي جدا يعني مقنع يعني بنظرنا انا بعرفش ايش بنظرنا يعني حاسس انتم فعلا بتتعاركوا انت حاولت تتناهض يعني انا بدي احاكيها لانه انا بحبها بس انا بحاكيها برواء. انا اصلا متضايق انه احنا رح يعني في تضايق من الطرفين هلا. بس انت لازم تحاول تتناهض اشتغل بس افوت جيتار ما ما تصفر له ايش اللي فات. لا عمل عمل اكوردات عمل باك جراوند. طيب يلا بلشوا رح فوت اسال بدي مش شي سعيد بنوب مش ما مش ميجر طيب مين ماينر ماينر سايكو كمان خافي سايكو خلص مش حخاف باطل مخاف. بدك تبلش انت انت شو شو حبيبي شو هيك هلا كان في محل ما وصلنا انه انت مقتنعه نضل مع بعض هيك. شو بلا ليش مع بعض زينه بس فهميني انه نحن ما تقول زينه ما تذكر اسم اه كبير اوكي انه انه انت شايفه لنا مستقبل لبعدين. انا عم بتعذب وانت عم بتعذب. كثير حلو يا زينة ليه؟ اندمك اندمك يلا كثير حلو عيش معي بنفسك ما تقطعوا ما تقطعوا ابدا بالحاله معلش بس صار عم يمثل قبل كان احسن انا ما وصلت لحساسي. حاولي تكون رد فعلك برضه منفعل معي بتحاول تقنعها اكثر. طب اوكي احنا دلوقتي مبسوطين طب بعد بعدين هنعمل ايه؟ فصلوا بقى كده هيبتدي يغني. اسمعي لو شو ما لو فرض ضحك ما تضحكي خلص احنا انتوا هلا قدام اللجنه من اول خلينا بلش يلا من قدام اللجنه ما عم بمزح خليها انا حبحس شو كان بدك جبتني لهون ما ماني عارفان الا كيف بس انت مبسوطه هيك انه احنا هيك مناح شايفتنا كثير مناح هيك مناح كثير هيك كنت بتعرف
يا بنت الحلال نحن من غير ديان. شو يعني؟